السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشينا جدا. اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبعدين في حاجة احنا زعلانين منكم جدا، اللايكات مش أيوة. اخده حقها خالص، بالله عليكم يا جماعة اللايكات. احنا بقى جينا لكم في التحدي الرباعي اللي انتم بتحبوه، عمالين تطلبوه مننا وتقولوا عايزين تعملوا تحدي رباعي. جينا لكم بيه، عاملين ايه بقى الاكل بتاع الريف المصري بتاعنا الجميل ده. عارفين اكل الريف المصري حاجة تحفة، بس كان ناقصه حبة زرع وحبة هوا في الجنينة. ايوه، عاملين اربع فطيرات كبير بالطريقة دي، احنا اتنين وهم اتنين. انا بقيت بالعسل خالص، شايفين يا جماعة خلاص بقيت عسل. شوشو عسل، الله شوشو عسل. ومعانا عسل ابيض كل فريق، بس العسلات بره التحدي. وعسل بالطحينة، عسل بالطحينة اهو، والمش اهو، والبيض. التحدي على الفطير، وده طبعا ملح وفلفل اسمر وكده، بنغمس بيه ايه؟ البيض. اوكي، التحدي على الفطير. انا ما بحبش عك ايدي، تيجي تاكلني عليه؟ يلا بص، انا هو انت هناكل في واحده. ما احنا هناكل في واحده برضو، بس هناكل الثانيه يعني، ما تتخضوش. لا ما عشان الكركبه. بسم الله. بسم الله. طبعا يا جماعه، طبعا الريف المصري ده حاجه جميله جدا جدا جدا، واحنا بنحب الاكل ده قوي. عايزة اقول لكم احنا بنعشق يا جماعة الاكل ده. انا كنت عاملة اكل اول امبارح واتحرق في الفرن للأسف، مع اني بعمله تحفة جدا واقسم بالله والله العظيم. النهاردة قلت لهم تعالوا اعمل لكم فطير وحاجات بالطير، وعملت فطير. عارفين عملت كام كيلو؟ عملت 5 كيلو في وش العدس وبطاط وعجن، وظهري ده بدراعي مش قادر، انا عملت كمية بقى الهي ما حد يشوفها يا رب، مع اني بعمل فطير ملوش حل، بس مش عارفة ايه اللي حصل. فبقى راح اخويا نزل جايب الفطير الجميل ده. انا اتدبست ونزلت اشتريت فطير، تعالوا هاكلكوا فطير. والله اول ما طبزمتكم ايه رأيكم في الفطير بتاعي؟ بس على فكرة وطعمه حلو. بس نشف. هو نشف بس طعمه حلو. قعدوا يقولوا لي قللي السمنه، قللي السمنه عشان ما تبقاش سمنته كتير، فما قلت السمنه بوظته. بس انا بعمل فطير تحفه هوريه لكم والله. طب ما توريهم اللي موجود دلوقتي، بلاش احراج. فعلي بقى اما التحدي باظ بتاع اول امبارح وكان ضد قناه، نزل هينزل لكم يوم الاربعاء او الخميس، نزل جاب يا عيني جاهز، والنهارده اخويا راح جاب فطير. ايه رايكم في شوشو؟ معرفش مالي متلخبطه. معلش نفع. احكي احكي كلهم. بقت شوشو خساير. كملي. انت عايزه تكسري؟ يا حبيبتي انا النهارده مطمنه، عارفه ليه؟ معايا الاسد، معايا الحوت. اشرب ايه؟ ميه. التحدي ده كان ناقصه حاجه، حاجه ساقعه. بس ما تنسيش بس شاي لبن. قلت لاخويا هات لبن وانت جاي عشان نعمل شاي بلبن، اما احكي لكم كله بالتفصيل. اقسم بالله ده احنا غراب. غراب تطلب. هي لوحدها. احنا بنجيبها على طول. بعدين يا جماعه يعني عندهم حد بيبيع اللبن حلو، فقلت لهم هاتوا لي منه وانتوا جايين. البت اختي واقفه جوه بتغلي اللبن، قالت لي تعالي يا بنتي يا شوشو شوفي اللبن ده ماله. قلت لها ماله؟ قامت لي عمال يغلي 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 وما بيطلعش لفوق. اتاري اللبن يا ايه؟ يا خلاص يا ولاد مقطع. لا بجد حاجه غريبه والله يا جماعه، اول مره في حياتي اعمل فطير ويبوظ. اكل بقى.
لا 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 احكي احكي، احنا مستمتعين بالحكاوي بصراحه. انا ما تجيب لي الملح، احنا اول مره نسمع الحكاوي دي. بتمكوا يا كذابين، ما احنا بنجيبه ولا مره طلع وحش. سبحان الله. هو كل الناس هتتعاقب بعد التحدي. معايا انت يا لولي؟ ايه يا لول؟ اذا كان هو لولي فانت اللول. هما فرحانين يا عمال تربي، مفكرين هما يكسبوا. احنا خلصنا الفطيره يا ابو محمد يا عمر. انت هات التانيه. خلص الاولاني. والله العظيم يا جماعه ده كله حصل. كل ما اعمل اكل للتحدي يبوظ مني. احكي يا شهر ازاي؟ معرفش السر فيا ولا في الزمن. ما اكلتوش بيت. عايزين ناكل. حريه. حريه. حبه مستر عشان لعبت معايا. خش يا لولي. حبه مش عمال ايد ماما. خد بالك عليها تاكلك الاكل كله. اه. شيلوا شيلوا دي كده. فرح رح نفسنا شويه. اه. بنت براح. كل يا لولي يا قمر. انت تاكل وهي تتكلم. اه. انا باكل يا ماما. انا بشغل كل حواسي. حواسي؟ طب بصي مش فطيري اطعم؟ اه. اه والله طعمه جميل. اه والله العظيم. ليش يا شيخ؟ نفع اكل اكتر منه؟ ماما هاتي فطيرة من بتاعتي. انا عايزة اوريه. بعد ما تاكلوا كملوا. ماما بتستر عليا. هنحلي بيها هنحلي بيها. نفسي تشوفوه والله. عادي قلت لهم انا بكسف. يا مخبياه. اخويا يقول ايه بس؟ انا عامل على عيال. احمد خلع سنانه ومش هيحصل. اه والله. انا هزود عشان العيال سنانها وجعت. طب واللي انا عملت حسابه؟ لقيته. ما جابينش فاسد. ده بسملة عمالة تشتكي من سنانها. وقت بقى ايه؟ جوزها بيحب الفطير. سميته نو سميته 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 قليلة خالص. وقالت لي والنبي يا شوشو اعملي واحدة لحمة. سمنتها قليلة. المهم عملتها له اقل من السمنة بتاعتنا. لسه جاي اقول له كل يا لولو. كل يا لولو كل كل كل. معايا 8. عملت لها بقى ايه؟ السمنة اقل كمان من اللي انا عاملاه. قلت لها بصي حنان. ماشي بقى. انت تستري عليا. قالت لي ازاي يا اختي؟ قلت لها ايه؟ تاخدي واحده من اللي احنا عاملينها لنفسنا؟ ما بياخدش باله. المهم قالت لي بصي يا اختي انا هستر عليكي واقول له احنا بتاعنا كنطري وجميل ومورق وقشطه، بس هي عملت لك سمنتها قليل. مش انت اللي طالبها سمنه قليله؟ هي دي بتاعتك. كل كل سمعت ثمانية. رحت بتجيب له ثمانية. اه والله عشان خاطر شوشو. شوشو. بس هو
هو واثق في شوشو وفي اكلها. بصوا يا جماعه هي النهارده ما كانت تحكي واحنا ناكل المش بعيد ليه يا لولو المش اللي معقد ارملها الخلاط ده مسايفهم اللبن. عارفين انا قلت لهم يتعمل ايه؟ قولوا لي انتوا رايكم. قلت لهم نعمله ام علي. زمان زي علي والله ما لبن مقطع ونجربه. نعمله ايه يا علي؟ ام علي. هو مش هيترمى. لا يا علي انا هديه. خلاص انا عارف. خلاص من النبي. خلاص. خلاص. هديهم اتنين. مين تاني؟ علي. وانا عندي ايد هون جامده جامده جدا. نحاس نحاس هتاكل بقها. بسم الله بسم الله. احنا قلنا الجزار يفرمونها في المفرمه. عندنا المفرمه يا لولي بتاعت الجزار. اه خلاص وائل هي قصدها انت عيطت. وبعدين انا هروح معايا. كل يا قمر. كل يا حبيبتي. خلاص. التحدي باظ. خلاص. عشان انا هروح معايا. يا دي ضحكت عشان تفخري. طب خد اه فرصه خد. طب ما ده معاك. خلص الموضوع ولا لقيتي مش مناسب يتاكل؟ كنت هتخرفي. كان يا مكان يا سعد يا اكرام يعني انا كنت بعمل فطير بلوز بلوز مقشر. انا اعمله بمعلم. انا خلاص خلاص طلعت اولها بس ماشي 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 ناخد ايه خلاص سيبها لهم عادي. انا عايزه وبعدين علي ايه؟ هو يسبقني ويمشي. وانا دمي بيتحرق جدا من الحركه دي. تسيبنا. تعال. لا بص مش عايزاه. علي يبلع. منزل؟ لا اعلى بقى منزل.
انا بلعت. انا زلطت. ما فيش ما عادش بتبلع والله. اسلط. انت فتان على فكره. انت فتان شباب. عايش يا شوشو. خلصت بس هو تعادل. الموضوع صعب قوي. تعادل. اعمل ايه؟ كان نفسي اعرف كده. عايزه اوري لكم بقى الحكايه دي. باللبن المقطع. وبعدين علي بقى يا جماعه بيمشي قدامي بكتير. فانا الحركه دي هو كان في قبلين بتضايقني جدا جدا جدا. فخليته بقى ماشي قدامي ورحت انا كنا بقى في شارع الهدوم طويل ورحت داخله حاره كده ومستخبيه. علي بيبص وراه ما لقانيش. فاكر قعد يدور يدور. قلت له شفت ممكن اتوه منك من كده. بسم الله. قولوا علي. قلت ايه يعني بقى؟ الجديد. خاف عليا لا تو. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.